فهد يقول: أنا اختلفت أنا وصديقي في جواز التعامل مع الجن المسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ والله يا أخي أنا أقول هالخلاف هذا يعني أظن لا ثمرة له من حيث التطبيق العملي. وعلى كل حال قد يقول إني أذهب لمن يستعين بالجن المسلم، لا أرى جواز هذا العمل، وهو بوابة من بوابات الضلال. وأنا أقول هذا عن تجربة شاهدتها في بعض من أعرفهم، ومن بعضهم درس عندي في بعض الدروس وفتح على نفسه هذا الباب، حفظ القرآن ودرس كتاب التوحيد ومن أبواب العلم، ثم فتح على نفسه باب التعامل مع الجن. يعني أنا أقص حادثة وقعت لي، إنه الإنسان أحيانا يعني يدخل في باب يقول ما في باس وعلى العالم الفلاني، ولا يدري بالنهايات وش تصير، لعب بالنار، يكون نهايته مؤلمة. مسكن عند باب المسجد مرة وقال لي: يا شيخ أبيك تجي معي. قلت: وين؟ قال: نروح لما المزرعة الفلانية، الجن أخبروني بأن على بعد 10 أمتار فيه ذهب، صناديق ذهب قديمة، ودي تجي تشوفهن. قلت: لا، ما أنا بجاي، لكن أنت من اللي أخبر؟ قال: الجن أخبروا. قلت: وشلون تطلعهن؟ قال: إني أقرأ سورة النمل، وكل ما قرأت آية ارتفع، وحنا الحين ما شاء الله وصلنا إلى يمكن 7 أمتار، انتهينا يعني اجتزنا 7 أمتار، بقي 3 أمتار ويصل إلى السطح. قلت: إذا طلع على المنهج أشوف، لأنه لن يخرج شيء، إنما هو من تلاعب الشياطين. وهذا الذي يحفظ القرآن ويقرأ ودرس ما يتعلق بالشرك والتوحيد يقول إني انساق بسبب هذا هذه الدعاوى، وإنه مسلمين وإنهم طيبين وإنهم يساعدون وإني أجري معهم عمليات. قلت: وين العمليات؟ قال: تحت الأرض، أروح معهم وتحت الأرض. يعني هذا العبث الذي يقع فيه بعض من يسمي نفسه من الأخيار والطيبين، وأنه يستعمل جن ويستند إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا عبث نهاياته كما قال ربنا جل في علاه: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولم يقل في رجال من الجن هنا أنهم مسلمون أو غير مسلمون أو غير مسلمين، بل رجال من الجن. الاعتماد على الجن يفتح بوابة من الشر والفساد في العقائد والأعمال والانحرافات لا نهاية له. ولهذا يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه آمن به رهط من الجن والتقاهم وتعلموا منه، ما طلب منهم يجون يقاتلون معه، ولا طلب منهم صلوات الله وسلامه عليه أن يعينوه في بعض القضايا أو يخبروه، ما كان له إلا أن أخبرهم وبلغهم دين الله، ثم لم يكن منهم عون له بطلب منه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك لا يجوز لأحد أن يذهب لهؤلاء الذين يفتحون على أنفسهم باب الشر، وهو نوع من الدجل، وهو نوع من الانحراف، وهو جرس خطر. إذا قال لك عندي خوي وعندي صاحبي بيعلمني بيقول لي بيسوي لي، يا أخي كل هذا من اللجأ إلى غير الله وخروج عن التوكل الصادق، وليس هذا سببا مشروعا. حتى لا يقال هذا سبب مشروع، لا، هذا ليس سببا مشروعا ولا دليل على مشروعيته. وكون عالم أفتى بضوابط معينة لا يعني هذا أن هذا القول صحيح، ولا أن من يدعي أنه يستعمل الجن والمسلمين نفذ هذه وحقق هذه الضوابط. نصيحتي الإعراض عن هذا والبعد عن هؤلاء، والاعتماد على الله جل في علاه، والأخذ بالأسباب الشرعية الواضحة الظاهرة، وعدم تعليق القلب بهذه المتاهات. بارك الله، الذهب ما طلع يا شيخ يعني. لا ما طلع، ما شفته. بارك الله فيك، أحسن إليك.